ما هو التوحيد؟ توحيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاث. إن بقيان التوحيد أمنا إن تنقل من الله سبحانه وتعالى دونها أمن طو باغي أنسين توحيد. نعم. إذا لا يمكن أن يجعل مع الله شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماء وصفات. أي بمعنى سبينات دي ديهلا سكوت إن الله سبحانه وتعالى دونها أبكرابنيا إبن سين بكا إلى إبن سين دينها مانا كانان غانان إبن كصفات صفاتانيا. نعم. توحيد الربوبية ما هو؟ ونبقى يعني توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أي بمعنى أمنا إن تنقل مو إن الله سبحانه وتعالى دونها ككهنانيا. الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إن الله سبحانه وتعالى شئنك ببنجري. هو الرازق. شئرس بينك دريل لجكي. هو الملك. شئن تجملك كاتو. نعم. الثاني توحيد الألوهية هو إيه؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. إن كروانيا أمنا إن توحيد الألوهية أمنا إن تنقل من الله سبحانه وتعالى دونها بق عبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات. إن كتونيا أمنا إن بنوحيد ها منا كنغانا إبن كصفات صفات سين الله سبحانه وتعالى. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى. أمو إن تنقل من الله سبحانه وتعالى دون هكذا عن النية إبن سين كصفات صفات النية أمو إن تنقل دون كنية. لا يمكن أن تكون صفات الخالق سبحانه وتعالى الكامل مماثلة لصفات المخلوق الناقص. دي من جري أمو إن صفات سين الله سبحانه وتعالى أمو إن سنت جكوب أمو نبغسيبو مو سب بأسين صفات سين مانوسي أمو كلام. نعم. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. نعم هنا من ناتو إثبات ناتو أي بمعنى بنا لناتو أن أننا إن إثبات الله سبحانه وتعالى إن بنا لنا إبن سين بنا سين رسولنا. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق والله أعلم. إبن لا يؤنتو إن أن أننا بكسكتو دينها مغا بيابانجري سين الله سبحانه وتعالى دينها صفاتنا.